بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الجنة لفظ يطلق على الملائكة، وقد يطلق أيضا على الجن. انظر مثلا في قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال المفسرون: أي أن الكفار جعلوا بين الله سبحانه وتعالى، تعالى عما يقولون، جعلوا بينه وبين الملائكة نسب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال علماء التفسير: هنا الجنة يعني الجن، أصل الخلقة. الملائكة خلقهم الله من نور، وخلق الجان من مارج من نار. أرسل الله سبحانه وتعالى ملكين، هاروت وماروت، أنزلهما إلى بابل. والمهمة هي تعليم الصالحين من الجن علما ينفعهم. ما هي طبيعة هذا العلم؟ نحن لا نعلم الغيب، ولكن هناك قواعد لا نستطيع أن نتعداها أبدا، مثل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه قواعد ينبغي ألا نغفل عنها أبدا. طيب، والملائكة هل ممكن أنهم أرسلهم الله برسالة فعملوا غيرها، أو قالوا غيرها، أو درسوا أمرا آخر لم يأمرهم به الله؟ لا، الملائكة هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هذه قواعد. إذن ما هو العلم الذي يعلمه هاروت وماروت للجن؟ هو علم يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لكن ما هي حقيقته؟ نحن لا نعرف، لأن هذا في عالم الجنة، هذا أمر مشترك بينهم، لا نعرف حقيقة فحواه. لكن نعرف أن كل علم، حتى القرآن الكريم ودراسة القرآن الكريم، يدرسه ناس للاتعاظ وللهدى والهداية وللذكر، وهناك من يقرأه ويدرسه لأغراض أخرى، قد يكون إثارة شبهات على القرآن مثلا، أو كما فعل المستشرقون مع القرآن الكريم، قاموا بجمع مع الأحاديث، أقصد جمعوا الأحاديث النبوية وفهرسوها، وكان لهم جهود كبيرة فيها، ليست لوجه الله وإنما لغرض آخر، وهو الطعن في أصول مصادر الشريعة الإسلامية. علم الذرة، علم الفيزياء، علم الذرة، خلونا يعني علم الذرة هو واضح جدا، قد يتعلمه المتعلم لينشئ مفاعل نووي للأغراض السلمية ولإنتاج الطاقة الكهربائية مثلا، وقد يتعلمه الإنسان لإنتاج القنبلة الذرية. إذن أي علم ممكن أن يكون للخير، ممكن أن يكون للشر، يعتمد ذلك على نية الدارس والمتعلم. في زمان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تعرفون قصة السحرة، لكن كان السحر الذي استخدموه في عهد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان سحر التخييل، يعني يسحرون أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن في الحقيقة هي لا تسعى. وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لكن الشياطين لما درسوا على يدي هاروت وماروت، أخذوا منهم العلم المفيد الذي يكون بين الملائكة وبين الجن، أمره إلى الله لا نعرفه، فهو من أمر الغيب. أخذوه ليس لغرض الاهتداء والهداية، وإنما لغرض تحويل السحر، سحر التخييل، إلى شيء آخر، وهو سحر الصرف
والتقريب. يعني إيش؟ يصرفون الرجل والمرأة كل عن زوجه، الرجل عن امرأته والمرأة عن زوجها، يعني بث الحب والكراهة من هذا القبيل. فمن الذي يتعلم هذا العلم؟ هم الجن. من الذي يسخر هذا العلم للشر؟ هم الشياطين. حينما ينتهي الشياطين من هذا العلم، يعني درسوه، يذهبون إلى السحرة، يعني لا يستطيعون أن يتواصلوا مع الإنس إلا عن طريق السحرة والكهان، يذهبون إليهم، بينهم اتفاقيات مصالح مشتركة دنيوية، هناك يتم تبادل هذا العلم، ويساعدون الساحر في تلبية طلبات البشر من التقريب بين الأزواج أو صرف بعضهم عن بعض مقابل أشياء دنيوية، ولا يفلح الساحر حيث أتى، لأن شروط الجن دائم شروط صعبة. أكثر الناس بعدا عن الله سبحانه وتعالى وقربا من الشياطين هم فسقة بني إسرائيل، فسقة اليهود، أخذوا يعني مزجوا علما حقيقيا صحيح من التوراة، نبوءات عن المستقبل مثل النبوءات بخروج محمد صلى الله عليه وسلم، ومزجوها مع أساطير ومع ما كان الجن والشياطين يقولونها لكهنتهم ولسحرتهم. عندهم كتابان، الزوهر والقبالة، هذه سحر صريح بل من أشد أنواع السحر. هذا التواصل بين فسقة بني إسرائيل وظلمتهم وبين الشياطين قوي جدا، ونشأ عنه أنهم يتبادلون صحف أخرى غير التوراة على أنها محرفة. التوراة أيضا فيها تحريف، ولكن يبقى فيها نبوءات عن المستقبل لم يحرفوها، وإنما فقط جعلوها دولة بين العلماء فقط. ولهذا نزح ثلاث قبائل على الأقل إلى الجزيرة العربية من بلاد الشام، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، إلى المدينة المنورة، لأنهم يعلمون أنها مكان هجرة النبي القادم، ولم يكونوا منفكين عن الإيمان بهذا النبي القادم، بل كانوا يهددون الكفار من المشركين بأن هذا زمان نبي، إن جاء نتبعه ونقتلكم. فلما جاءهم الرسول، ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم في التوراة برغم ما فيها من تحريف، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله اللي هو التوراة على ما فيها من تحريف، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني ليست لديهم العلامات والإشارات أنه نبي يخرج من فاران من بني إسماعيل، وأن فاران هي مكة، وأنه يتجه إلى منطقة فيها جبل اسمه سالع، وسالع في المدينة المنورة، وأشياء من هذا القبيل. يعلمون واتبعوا الصحف الأخرى التي تتلوها الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين. ما الفرق بين التلاوة والقراءة؟ التلاوة هي قراءة، ولكن بتعظيم وتقديس لما تقرأ، وإلا فهي قراءة أيضا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني هل كانت الشياطين تتلو هذه الأشياء في زمان ملك سليمان؟ لا أبدا، لا، تتلوها كاذبة كذبا على ملك سليمان. أنت تستطيع أن تقول أنقل عن فلان أنه قال، يعني تنقل عنه أنه قال وأنت صادق، لكن لما تقول أنقل عليه كأنك تقول أكذب عليه،
حروف الجر صحيح أنها تتناوب، لكن ليس في القرآن الكريم. القرآن الكريم ليس فيه تناوب لحروف الجر، يعني حرف أنه واتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان، لا، على ملك سليمان، يعني ما تتلو الشياطين بتعظيم وتقديس وتنسبه كذبا إلى أيام ملك سليمان، لا، في أيام ملك سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن هناك شرك، ولم يكن للشياطين أي قدرات، بل كانوا مقرنين في الأصفاد، كانوا مسخرين، كانوا يكذبون عليه، يقولون أن سليمان كان يستخدم هذه الصحف في السحر وفي تسخير الريح والجن والطيور والجبال، والملك الذي كان عنده هو بسبب هذه الأمور، وهذا ليس صحيح. ولهذا سياق الآية يقول وما كفر سليمان، لأن هذا سوف يكون كفر، ولكن الشياطين كفروا، الذين ابتدعوا هذه الصحف التي يتبعها فريق من الذين أوتوا الكتاب. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، السحر معروف اللي هو التخييل. وما أنزل على الملكين ببابل، من الذي يعلم الناس؟ يعلمون الشياطين، يعلمون، شو بالجمع، الشياطين يعلمون الناس، ما هو يعلمان يعني هاروت وماروت يعلمان الناس، لا، يعلمون الشياطين هم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فمن أين جاء بعض المفسرين بقولهم أن هاروت وماروت هم الذين يعلمون البشر؟ الآية لم تقل ذلك البتة. وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت ما يعلمان من أحد، ممن؟ من الشياطين. اتفقنا أن بداية الآية تقول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. إذا من الذي يتعلم من الملكين؟ الشياطين. يعلمون من؟ ثم الشياطين يعلمون من؟ يعلمون الإنس. نفهمها بهذه الطريقة، فيتعلمون منهما. من هم الذين يتعلمون؟ الشياطين. يتعلمون منهما ممن؟ من هاروت وماروت مرة أخرى. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد، أي شيء في الدنيا لا يمكن أن يضر الإنسان إلا إذا الله سبحانه وتعالى أراد. فلهذا ينبغي أن نحرز أنفسنا بالأذكار، بالتقرب من الله، بالاستغفار، بالعودة إلى الله. هذا يجعلنا في أمان من شر كل ذي شر، من أي غاسق إذا وقب، من أي حاسد إذا حسد، من شر كل ذي شر. العودة إلى الله والقرب من الله هي عصمة من هذه الشرور. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا الشياطين. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا يتكلم عن فريق من بني إسرائيل الذين يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني تركوا كتاب الله ويأخذوا صحف الشياطين والسحر. ولو أنهم آمنوا واتقوا، بني إسرائيل لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.